الله معكم مشاهدينا وكل متابعي محطة نور الشباب. إن شاء الله تكونوا قضيتوا شعنينة مباركة مع عيالكم بكل مسؤولية ومحبة وسلام، خاصة بهالظروف الصحية الصعبة اللي عم بتمر علينا. نحن هالأسبوع منكون وصلنا إلى الميناء حيث مندخل بأسبوع الألام. حول هالأسبوع العظيم لأنه الرب صنع فيه العظائم بموته وقيمته، رح يكون عنا وقفات عديدة مع نشاطات مختلفة بلبنان والعالم اللي عم تتحضر لتتهيأ لهالأسبوع ولتجدد روحيتنا المسيحية، وهي أنه لولا القيامة لكانت ديانتنا باطلة. بهالإطار بصرنا نستضيف السيد شادي ديراني اللي عايش بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد أعضاء رعية سيدة لبنان بواشنطن وبعائلة مار شربل. أهلا وسهلا فيك أستاذ شادي. أهلا فيك ست إلينا، أول شيء أسبوع مبارك ونشكركم على نشاطكم ومتابعتكم للجالية بكل العالم. يعني ربنا يقويكم على هالجهود المميزة اللي عم بتقوموا فيها من أجل خدمة الرب. كلنا اليوم عم نتهيأ لأسبوع الألام، وخاصة الرعاية والجمعيات الدينية بلبنان والعالم. فعلى صعيد أمريكا أو واشنطن تحديدا، كيف اللبنانية اليوم عم بيتهيأوا لهالأسبوع؟ يعني اللبنانية وين ما راحوا بياخدوا لبنان معهم، مثل ما بيتهيأوا بلبنان بيتهيأوا برا. طبعا نحن بواشنطن برعية سيدة لبنان هيدا الأسبوع بيكون أسبوع بينعمل فيه كل الليتورجيا المارونية. الكنيسة اللي عم بحكي عنها هي الكنيسة المارونية، بس طبعا في جالية أوسع من الموالين. بس بالكنيسة المارونية كل الرتب يلي بتنعمل بالكنيسة بلبنان بتكون عم تنعمل كمان بالكنيسة هونيك، والرعية بتشارك فيها بشكل يومي وصولا لعيد القيامة نهار الأحد. يعني كونك تفضل عم بقول كونك ابن كنيسة وملتزم، هل اللبنانيين يعني ملتزمين بإيمانهم بديانتهم بشكل عام، محافظين إذا بدك على اللي ورثوه من بلدهم أو من أهلهم؟ مثل بلبنان، يلي ملتزم بالكنيسة ملتزم، ويلي لا بطبيعة الحال بيكون شوي بعيد. بس يلي بيروح من هون وملتزم، أو يلي عم يخلق هونيك وملتزم بالكنيسة، إيه في عنده التزام بكنيسته من ميلة. من ميلة تانية فينا نقول كمان أنه بيطعم شوي صغيرة بأمريكا بالالتزام الحلو يلي عندهم إياه المؤمنين ببلاد الغرب. من أي ناحية؟ لأنه ببلاد الغرب، يعني ببلاد الغرب الالتزام بالكنيسة التزام مثل بكل شيء جدي، خليني أقول. وبالتالي هيدي الجدية بتعكس حالة تنظيم بقلب الكنيسة، كل الريتشولز خلينا نقول وطريقة عايشهم لإيمانهم بتصير بتروح هيك بإطار جدي أكتر وأكتر. يعني بالتالي بنشكر الله على هيدا الالتزام. يعني يمكن هيك بحسوا بمسؤولية، يمكن بيعيشوا الأمور أكتر بجدية، بيعيشوها بروحانيتها يمكن شوي زيادة أكتر من هون. مش أنه أنا رايح على الكنيسة يلا هلأ مثل هون بلبنان، أنه هلأ بشوف أصحابي هلأ بنقعد شوي هلأ منصلي نتفي. يعني خليني أقول نحن الشرقيين تعرفي عاطفيين، وبلبنان عاطفيين، بناخد الأمور شوي صغيرة بعاطفة أكثر ما أستاذ شادي عم تسمعنا؟ مرة يصير كنا زي هيك أستاذ شادي، يبدو أنه الإنترنت ضعيفة. نظرا لطبيعه تعايشنا ونظرا للتاريخ يلي قطعنا فيه مئات السنين بلبنان، وبالتالي في التزام بالصوم، في التزام بالصوم، يعني عم بتصوموا غير انه بس بيشاركوا بالقداديس. التزام بالصوم، التزام بال أستاذ شادي عم تسمعنا؟ في شوية مشكلة بالإنترنت يبدو. إيه في شوية مشكلة بتصور بالإنترنت، بس ما بعرف إذا من عندي أو من عندك. هلأ أحسن هي. صحيح هلأ أحسن. رعية سيدة لبنان هي كنيسة مارونية مثل ما ذكرت، عم تسعى لتواكب العيال اللبنانية وخاصة المارونية المتواجدين حواليها. مين هن المصلين فيها ومين هن المواطنين مواظبين على حضور القداديس والاحتفالات؟
يبدو أنه مشكلة الإنترنت اليوم سيئة جدا. تفضل انضميت لنا. كنت عم بقول لك حضرتك برعية سيدة لبنان بواشنطن، كيف عم مين هن المواظبين على حضور القداديس، ومين اللي عم بيجي على الكنائس، من هم المصلين فيها إذا بدنا نقول، هل هم فقط من الموارنة؟ بشكل أساسي إيه هن الموارنة، عم بحكي عن الكنيسة المارونية، بس ما بيمنع أنه طبعا الناس اللي قاعدين محيطين بالكنيسة، لأنه الكنيسة المارونية هي جزء من الكنيسة الرومان كاثوليك. أوكي. إذا في رومان كاثوليك وقاعدين بالمنطقة كمان بيجوا. إذا في عيال مجوزة، إن كان رجال مجوزين أو نسوان مجوزين، كمان بتلاقي إنه في أجانب بيشاركوا. هاي من ميلة، من ميلة تانية في بعض بيقصدوا إنه يجوا ويحضروا القداديس أو الصلوات، لأنه عندهم شوق يشوفوا أو يسمعوا القداديس أو الصلوات باللغة السريانية يلي هي اللغة تقريبا اللي حكي فيها المسيح السلام على اسمه. صحيح. اللغة الأمية. وبالتالي في ناس بحبوا، في ناس لأنهم مطلعين على ديانتهم ومتعمقين وعلى تاريخ الديانة وبيعرفوا إنه المسيح كان يحكي بالآرامي، وبالتالي السرياني خي الآرامي، بحبوا يجوا يسمعوا هالقداديس ويشوفوا الريتشولز الشرقية اللي نحن بنعيشها. حلو كتير. كيف عم بتكون العلاقة بين المؤمنين يعني، وبين المذاهب وبين الجنسيات، وأدخلتوا على الكنيسة المارونية إذا بدك عادات وتقاليد جديدة إلى قداسة لا تتماشى مع عادات الأمريكيين؟ خلي أقول لك شغلة ست إلينا، الكنيسة هي بطبيعة الحال ملتقى الناس بطبيعة الحال، بس بالغرب بتروح أبعد من هيك بعد. ليش؟ لأنه كلنا سوا، نحن وعيالنا وأصحابنا، منروح مش بس تنصلي ونقدس ونحضر قداس نهار الأحد، بس لأنه هي بتصير سنتر كأنه تبعول هالكوميونيتي، بتصير هالسنتر يعني بتلاقوا في الناس. بصير يعني نحن في عنا بعد القداس مثلا كافي أور، كل الناس بينزلوا على هالسوشيال هول، بيحكوا مع بعضهم، الناس بتشوف بعضها، بتلاقوا مع بعضهم. عدا عن هيك، قبل القداس بيكون في عنا ساعة تعليم مسيحي لأولادنا يلي بيخلقوا وبيربوا بأمريكا، ليتعرفوا على الدين المسيحي بكتب التعليم المارونية يلي هي بذات الوقت هي الكتب التعليم الكاثوليكية، بس في بعض الريتشولز، في بعض الأشياء اللي بيتعلموها، إن كان عن تاريخ الكنيسة، إن كان عن اللغة، إن كان عن بعض الأمور كيف تنعمل بقلب الكنيسة المارونية، إلى آخره إلى آخره، القداس، التراتيل، كل هودي. بالتالي هي ملتقى لهالعائلات ولهالكوميونيتي كلياتها سوا. يعني مثل طريقة إذا بدك لتقربوا كمان الجيل الجديد الطالع من الكنيسة المارونية، من اللبنانيين بحد ذاتهم، يمكن تهيك تقربون من الله أكثر وتعودون على هالريتم. هي هيدي أكثر تحدي عندها يا الجالية اللبنانية أو الجالية، أو خلينا نقول الكنيسة المارونية، أخدي على عاتقها هيدا الموضوع برا، لأنه تيضلوا الناس متعرفين على تاريخهم، تيضلوا حاملين إرث بياتهم وأجدادهم، تيضلوا عارفين، لأنه بالنسبة للموارنة، هلا عم بحكي، بعتذر، عم بحكي عن الكنيسة المارونية، بس طبعا في ذات البروجرامات بالكنائس الأخرى. أكيد. بس بالنسبة للموارنة بيعتبروا إنه لبنان هو وطنهم الروحي. صحيح. وبتعرف السينودوس يلي عمله قداسة البابا يوحنا بولس الثاني يلي فيه قال انه لبنان رسالة. صحيح. بالتالي هيدي الرسالة منا مجرد انتماء سطحي، فيها انتماء تاريخي، فيها انتماء روحي، فيها انتماء، فيها ارث حضاري، وفيها ترك كثير كبيرة، وبنعتبر انه هيدي وحدة من الوزنات يلي ربنا حملنا اياها. هلا للأسف الناس عم بيضطروا يتركوا بلدهم نظرا لظروف العيش، نظرا لانه عم بيروحوا وراء فرص، نظرا للظروف الأمنية اللي قطعت على لبنان، وعم بحكي من أواخر 1800 أو حتى من أواسط 1800، بس زادت الهجرة الكبيرة بأواخر 1800 وخلال الحرب العالمية الأولى. وبالتالي فيها الإرث الكبير يلي بتحاول الكنيسة المارونية تشتغل تترجع تقطعه لهالنيو جينيريشن، ترجع تخبرهم عن تاريخهم، ترجع تخبرهم عن أهمية وطنهم الحضاري، أهمية دورهم بالشرق وبالمشرق الى اخره. وبالتالي كلنا بنعرف انه لبنان والموارنه هن توأمان، يعني ما فينا نفصل تاريخ لبنان عن تاريخ الموارنه ابدا. اليوم باسبوع الآلام اللي بدانا فيه، شو ابرز النشاطات اللي عم بتقوموا فيها برعايه سيده لبنان تحديدا بواشنطن؟
شوفي مثل النشاطات يلي عم تنعمل بالكنيسة اللبنانية هلأ، لأنه نحن بزمن الكورونا في بعض الرتب عم تنعمل مختصر، خليني افترض وقت اللي منوصل على خميس الغسل برتبة الغسل ما بتنعمل، يعني عم بينعمل القداس وعم تنعمل الصلوات كلها يتساوى بس الرتبة ما عم تنعمل. وهلو المجر يعني زيت الأشياء اللي بتنعمل بلبنان تنعمل هونيك. هيدي الجمعة مثلا كمان في بعض المؤمنين بالكنيسة بيشاركوا هيدي من الناحية الاجتماعية تجربوا يأمنوا حلويات العيد يلي هي نحن بلبنان عنا المعمول إلى آخره، يعني أشياء هيك بتفوت مع الزمن الروحي يلي منكون عم نعيشه، كمان بجربوا يواكبوا تيضلوا محافظين على التقاليد والعادات يلي بترافق أعيادنا بلبنان. وكتر خير الله، هيدي نعمة كتير كبيرة، بتجتمع العيال بيتلاقوا بيصلوا سوا، يعني بدءا من اليوم نهار التنين لأحد الأيام كل يلي بينعمل بالكنيسة من الرتب بيكون عم بينعمل، وحدون كمان بيكون في هاللقاءات الاجتماعية. خلينا يعني هيك بحديثنا كنت ذكرت لي أنه بيجوا خاصة نهار الجمعة العظيمة ونهار عيد الفصح إلى الكنيسة من كل المناطق تيجوا على الكنيسة المارونية، هيك خبرنا أكثر شوي من وين بيجوا، ليش بيصير فيها التوافد إلى كنيستكم؟ صحيح، بتعرف بوعينا وبلا وعينا نحن المنتمي إلى روحانيتنا بنقدر أنه نهار الجمعة العظيمة هو سنتر تبعول ديانتنا. صحيح، أو طقسنا هيك الليتورجي كلها، السنة الليتورجية كلها يتساوى، رغم أنه عيد الكبير هو العيد الأكبر، بس الناس بتسمح لحالها بالأعياد. تعرفي في مسافات بأمريكا، خلينا صحيح. نقول بالرعية نحن عنا بواشنطن، يعني في ناس بتجي من ماريلاند، في ناس بتجي من واشنطن، في ناس بتجي من فيرجينيا، بالتالي في عندك ناس مرات بتسوق ساعة ساعة ونص لتوصل على الكنيسة. هلأ يلي عنده عيال ويلي عنده أشغال بكتير أيام بيسمح لحاله أنه يقدس بالكنيسة القريبة عليه الكاثوليكية، لأنه نظرا للمسافات والتنقل. بس نهار تنين الرماد ونهار الجمعة العظيمة بتلاقي كل الكوميونيتي بتجي وبتصير الكنيسة مليانة جوا وبرا. ليه؟ لأنه بيعتبروا أنه الرتبة تبعول دفن المصلوب بالكنيسة المارونية والتراتيل يلي بتنعمل وكأنه هي إذا بدك هيك قدس أقداس السنة الليتورجية، يعني بيقدر حدا يسمح لحاله بعيد الفصح يعيد حيالله مطرح، بس الجمعة العظيمة بدها تكون بالكنيسة. بالتالي إيه، في كتار من الناس بيجوا من كل المطاريح ما بتشوفيهم كل السنة إلا هالنهار تنفطري. خيشو حلو، يعني في لقاء، يعني حتى لو هالمرة بالسنة، بس إنه حلو هالشعور بالانتماء. كتر خير الله، الشعور أكيد كتير حلو. أستاذ شادي، حضرتك أيضا أحد أعضاء عائلة مار شربل، هالعائلة الموجودة بلبنان وبلشت تنتشر أيضا بالعالم لتوصل اسم مار شربل ورسالته إلى كل أنحاء العالم من خلال الصلوات ومن خلال النشاطات الدائمة، كذلك من خلال الطباعات اللي عم بتقوموا فيها، خبرنا أكثر عنها. صحيح، وأنا بشكرك ست إلين عن هذا السؤال، لأنه جدياً عائلة مار شربل عم تعمل دور كتير حلو إن كان بلبنان أو برا. هي عائلة مصلية بطبيعة الحال، بتتشارك مع بعضها بالصلاة وبالمشاركة بالذبائح الإلهية وبالتعليم. وبالتعليم يعني تنقول التعليم يلي هو بيروح باتجاه التعليم، نشر الرسالة ونشر كلمة الرب، يعني نشر الإنجيل، وبيتبعوا بهالعائلة روحانية مار شربل الملتزمة الجذرية. وبالتالي هالعائلة يلي عم تكبر بلبنان كان كتير طبيعي إنها تكبر برا، لأنه مار شربل السلام على اسمه يعني سبقنا بكل الدنيا، ومار شربل بكتير من المطارح بس يعمل عجيب بيقول أم شربل أوف لبنان، بعرف عن حاله إنه شربل لبنان، وبالتالي هو كمان حامل معه هالهوية وهالأيدنتيتي الحلوة. من سنين في جماعة مصلية بتلتقي مع بعضها ببعض الكنائس وبعض الرعاية بأمريكا تيصلوا ويواكبوا أو ياخدوا هالصلوات يلي بيصلوها عائلة مار شربل لبنان، إن كانت الزياحات أو الصلوات يلي بتنعمل دايماً والقداسات. مؤخراً من تقريباً 4-5 سنين تسجلت الأورجانيزيشن كـ Non-Governmental Organization بأمريكا وأخذت على عتقها بناء مزار بسانت ماريز ماونت يونيفرسيتي بأميتسبورغ ماريلاند،
وهالمزار هو واحد من المزارات هناك في ريبليكا للمزار تبعول Our Lady of Lourdes. وبالتالي هالمزار فيه تقريبا بحدود النص مليون زائر سنويا، يعني 400 ل 500 سنويا. وكان في وصاروا كل العالم يعني بيقصدوه وبيجوا بيزوروه، يعني مش عم نحكي صحيح. فقط بقى موارنة او اللبنانيه اللي بحبوا مار شربل، انما صحيح. تخطى هالموضوع كل الجنسيات وكل الاشخاص. صحيح صحيح. وكان في اشخاص من عائله مار شربل بيطلعوا لفوق بيصلوا بيزوروا هالمزار فوق، وانفتح الحديث معهم انه ليه ما بيكون في مزار لمار شربل. وكان عندهم تجاوب بالجامعة وبهالمزار، كان عندهم تجاوب، وأخذت عائلة مار شربل يو اس اي على عاتقها أنه تعمل هالمزار، والمشروع تم وكتر خير الله. بتتفاجأ ست إلينا قدي في ناس بيعرفوا مار شربل، قدي في ناس لمسهم مار شربل، قديش في ناس متأثرين بروحانية مار شربل. شو حلو. تتعجبوا. ومار شربل يعني غني عن التعريف، قديش هو ناشط هيك بالعجايب، و أكيد بنعمة ربنا، بس هالدور الكبير اللي عم بيلعبه مار شربل بقلب الكنيسة المارونية وبالكنيسة الكاثوليكية بالعالم كلياتها سوا. وبالتالي في مجموعة نشاطات بتنعمل كمان من عائلة مار شربل، أهمها هي الصلوات والرياضات الروحية، لأنه آخر شيء عائلة مار شربل هي عائلة بتعيش يلي بتحكي فيه. وبتحكي بتجتمعوا يعني كيف أعدادها؟ يعني حضرتكم صرتوا كأعداد مقبولة، كيف عم بيكون هالاجتماعات؟ وين؟ بكذا مركز أو فقط بواشنطن؟ يعني خليني أقول إنه بس تقولي عائلة مار شربل كل حدا بحس حاله عضو من عائلة مار شربل، لأنه هالقد شفاعته أكيد يعني أكيد من دون ما الواحد يكون ضمن الرعية، مار شربل موجود بقلب كل شخص فينا. صحيح، بتحسي ديراكت يعني بس تقولي عائلة مار شربل الكل بيعتبر حاله عائلة مار شربل. بس عم نحكي عن المجموعات الملتزمة والمصلية اللي بتتابع مع بعضها بعض، صار في مجموعات عم تكبر وعم تنتشر، بتصور لهلا بحدود ال خليني أقول من دون ما سمي بحدود العشر رعاية بأمريكا. عم بحكي عن المجموعات اللي عم بتواظب وعم تتواصل مع بعضها بعض، وعم بتتابع إذا بدك البروغرامات التعليم، التنشئة، الرياضات الروحية. وأكيد عائلة مار شربل أخذت كمان على عاتقها رسالة كثير حلوة، هي إنه كل هالكتابات يلي مكتوبة بالعربي عن مار شربل تترجم بالإنجليزي تنقدر نقطعها للأجيال الجديدة، تنقدر نقطعها للمجتمعات يلي ما بتقرأ عربي ليفهموها أكثر ويحفظوها أكثر. عن تحضيركم تفضل. سوري، كان بدي أقول إنه في ويب سايت اسمه Family of Saint Charbel USA، Family of Saint Charbel USA.org، بيقدروا الناس يروحوا عليه تيتعرفوا أكثر عن عائلة مار شربل يو اس اي، على الروحانية، على النشاطات، على كل البروجيات يلي عم تشتغل عليهم. وما بخفيك نحن بالسنة يلي قطعت كمان كان في منحة انه مساعدة اجتماعية، نظرا للظروف يلي عم بتصير بلبنان، نظرا للأزمة الاقتصادية، نظرا كمان بعد انفجار بيروت. يعني يمكن هيدا شيء من أهم الرسائل اللي عم بتقوموا فيها، واللي على المغترب اللبناني دايما يفكر بوطنه الأم وبأهله اللي عم بيعانوا من ظروف اقتصادية، إن كان ظروف اجتماعية، وإن كان من بعد انفجار المرفأ. كمان اللي بيزور صفحتكم بيشوف أنه حضرتكم شاركتوا لما صار في انفجار مرفأ بيروت وتعاونتوا سوا من أجل مساعدة الأهالي المنكوبين. صحيح صحيح. مشان هيك عم بقول انه هالتواصل هو تواصل عضوي، يعني بتحسي اورجانيك بكل شيء بيكون عم بيصير، التفاعل بيكون تفاعل يومي، وما بتحسي انه يلي قاعد هونيك منفصل عن هون بطبيعه الحال، لانه بيوتنا متواصله مع بعض. عم بيكون في تنسيق بينكم وبين عائله مار شربل بلبنان بشكل كامل. بشكل كامل هن عائله وحده اخر النهار، بس بحكم التواجد الجغرافي كل حدا اخذ على عاتقه انه عم بيعمل هالمشن هالرساله مطرح تواجده في عائله مار شربل باستراليا، وفي عائله مار شربل بكندا، وفي عائله مار شربل وين ما كان. طيب كعائله مار شربل تحضيركم لاسبوع الالام، هل عم تتهيئوا لشيء؟ عم بتحضروا لشيء؟ عم بيكون في اي نشاط معين؟ اكيد عائله مار شربل بتجي تحت سقف الكنيسه، وبالتالي كل شيء بينعمل ضمن الرعيه عائله مار شربل مشاركه فيه. هيدي من ميله. من ميله ثانيه
التشديد على الالتزام بالصلوات اليومية، نشر الكلمة وتفسير الإنجيل والرسالة والعهد القديم، القراءات يعني اليومية ونشرها. وبجزء ثالث كمان نحن في عنا ثلاث رياضات روحية كبيرة بتنعمل كل سنة، واحدة قرب عيد الميلاد، واحدة قرب عيد الكبير يعني هلأ عم نحكي، وفي عنا رياضة روحية بتنعمل إما قرب عيد السيدة بالصيف أو قرب عيد الصليب. حلو. بالتالي هودا هالثلاث رياضات الروحية الكبار. بس كمان في شيء بنسميه ريكولكشن، يعني ميني رياضة روحية بتنعمل شهرية بتاخذ فيها موضوع معين وبينحكى عنه، أكيد بيكون في كاهن أو بيكون في شخص مختص عم بيعطي هيدي الرياضة الروحية. وبالتالي هالتحضير هو إذا بدك رصف يعني مستمر، خليني أقول، لأنه الملتزم ما بيقدر يكون ملتزم اليوم وبكرة لا وبعد يرجع ملتزم، هو الالتزام استمرارية ويومية وعايش يومي إذا بدك لهالإيمان يلي نحن بنؤمن فيه. يعني هيك بكلمة أخيرة اليوم، شو بتحب تقول للشباب اللي موجودين بالخارج، للعيال الموجودة بالخارج، وأيضا هيك رسالة سريعة للبنانيين؟ خليني أضيف شغلة صغيرة بس تقول إنه بالكنيسة كمان في نشاطات للشبيبة. بتعرف إحنا بأمريكا في عنا النام أو National Apostolate of Maronites، وفي عنا البرانش تبعول اليوث فيها، يلي في عنا أولادنا عم بيخلقوا second generations، عم بيخلقوا هنيك وما بيعرفوا بلدهم إلى آخره. النام أخدي على عتقها من عشرات السنين إنه كمان توصل هيدي الرسالة وتعيشها وتجمع هالcommunities. في عنا هالأبرشيتين، أبرشية الغرب وأبرشية الشرق، يلي كمان بيشتغلوا ليضلوا بتواصل مع الكنيسة بلبنان ويقدروا ينقلوا كل هيدا الإرث. للشباب وللصبايا أول شيء بدنا نقول إنه لبنان رسالة، تما نزيد على كلام قداسة البابا، هذا كلام نعتبره نحن أكيد بوحي لأنه سينودوس بوحي الروح القدس وكلام قديس اللي هو يوحنا بولس الثاني. لبنان رسالة، لبنان منه مجرد انتماء سطحي فينا ناخده، عايشنا مع لبنان هو لازم يكون عايش وتفاعل وعضوي ومستمر. أنا بدعيهم أنه يتعرفوا أكثر وأكثر يلي عم بيخلقوا بالغرب على وطنهم، على تاريخ أجدادهم، على تاريخ كنيستهم، أنه يعيشوها ويغمقوا. لأنه اليوم إذا بتطلع على السطح ست إلينا بتعرفي يمكن تشوفي المنظر بشع، بتعرف الأزمات اللي عايشها بلدنا للأسف وشعبنا للأسف، بتشوفي يمكن تشوفي المنظر بشع وتقولي أنا هيدي البشاعة بدي ضلني بعيد عنها. لا، نحن بدنا نغمي وبدنا نضلنا كلنا هيك مؤمنين بأنه هيدي الفترة وهيدي المرحلة رح تقطع آخر النهار كلياتها سوا، مثل ما مع ربنا اليوم منعيش أسبوع الآلام ومنعرف أنه بآخره في أيامي، لابد من أيامي بلبنان. منشان هيك كلنا سوا لازم نكون عم نآمن أكثر وأكثر ونتمسك أكثر وأكثر ونعمل دورنا وناخد على عاتقنا كل حدا مسؤولياته يعيش. يعني التعويل عليكم والتعويل على قديسينا ومار شربيل وكل جميع القديسين الموجودين بلبنان، أكيد يعني منعول عليهم أنه يخلصوا لبنان من المشاكل اللي عم بيعاني منها. ونحن بنوعدك أستاذ شادي بمقابلات تانية نحكي كمان عن الشباب وعن النام اللي عم تقلنا عنها الموجودة برا، كيف عم بيشتغلوا عليها، كيف عم بيقربوها من الله، كيف عم بيقربوها من الكنيسة خاصة الكنيسة المارونية. أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر لأنك أعطيتنا هيك معلومات قيمة وفرجيتنا شوي الروحانيات اللي عم بتعيشوها برعاياكم وكنايسكم بالخارج. أنا بشكرك على هالمقابلة. شكر لكم ست إلينا والشكر لنور الشباب على هالرسالة الحلوة يلي بتعيشوها، والله يبارككم ويعطيكم ألف عافية. شكرا كتير لك والله يوفقك. إن شاء الله أسبوع مبارك عليكم. لا لكم وينعاد عليكم يا رب.